بلاش تشوف مين قال ومين خد ومين ادى ومين مداش. عيشوا سنين عمركم وانتوا بتحبوا بعض. بلاش تبنوا جواكم اسوار عاليه تعمل حاجز بين كل واحد فيكم والتاني. عبد الحكيم الصغير، بص يد حماك يا مفيدة. وريني وريني، ما شاء الله شبهك يا عبد الحكيم. شبهك يا عبد الحكيم؟ ما هو ده ولد حسن. تعالوا هنا. مين دول؟ دي مراتي وده ولدي يا ريتال. مراتك وولدك؟ انت اتجوزت عليا يا حسن؟ تخرسي خالص، مش عايز اسمع ولا كلمة. أي كلمة زيادة هرميكي بره، أنت فاهمة؟ ترمي مين يا حبيبي؟ البيت ده بيتي زي ما هو بيتك بالظبط. أنت قليلة الربا. حسن! سيبها يا ولدي. كريمة، خدي بنتك طلعيها فوق وعجليها. أمرك يا كبير، قدامي يا ريتال. قدامي يا ريتال؟ قدامي. يلا كريمة نتعجلها، ده كريمة مجنونة. طب لو البيت ما عجلتش نعملوا ايه؟ جبرية كفاك يا جبرية، كفاك. ما اسمعش حسك. ها اجديه، عيني عينك بالقسم التركي. الكبير لسه عايش، ما مات شي، مفيش ولا حاجة هتتقسم. وكيف قال أبويا؟ لو اتقسم المال هيصغر والكتير هيقل. أنا هدي كل واحد اللي هو عايزه. أما حوار التقسيم ده انسوه خالص، وكلام أبويا وأمي هو اللي هيمشي. أمي كانت تقول لي الناس نوعين، ناس طمعانة فينا وناس حسدانة على اللي احنا فيه. قولي لي يا ريتال، عايز الفلوس ليه؟ وانت يا شهد قولوا، انتوا مش عايزين تضيعوا الفلوس بس، انتوا عايزين تضيعوا تعب العيلة دي كلها. انا هفتح شركة لينا كلنا، وهيكون ليكم اسهم فيها، والربح والخسارة علينا كلنا. بس اللي عايز يعمل اي حاجة او يقول تقسيمه غيره ما في شيء. واللي عايز يهدم البيت الكبير ده انا هموته، وهموته بيدي، فاهمين؟ واللي عايز يخرج من الشركه دي مش على كيفه. والله ده زي ما يكون المال مالك وانت بتمن علينا بيه. مروان تعالى يا ولدي. مروان هاي ادي كل واحد فيهم اللي هو عايزه. تقصد كل واحد ياخد حقه؟ شهد سيبيها تقول اللي في قلبها يا اختي، محدش ليه انه يتكلم بعد الكبير. خبر ايه يا ريتال؟ هتبص لامك ليه؟ ولا انت فاكره انها تقدر تقول حاجه بعد الكبير ما قال؟ لا حبيبتي تبقى غلطان. لا كده الواحد بقى ابتدى قلبه يقلق. شركة ايه يا أستاذ مروان اللي انت عايز تعملها؟ وليه انت اللي تدير كل حاجة مش حسن؟ ولا انت شايف ان حسن لسه صغير ما يقدرش يدير شركة ولا يشوف مصالحنا؟ عايز انت تكوش على كل حاجة ومحدش يقول لك تلت التلاتة كام؟ وماله؟ او ماله؟ اخويا الكبير ويعمل اللي هو عايزه، وانا مش زيه. هو اللي كان شايل كل حاجة من الاول، يعني عارف الدنيا ماشية كيف. مش حاجة أنا في الآخر وهد اللي عمله عشان كلام خايب زي ده.
مش قصدها يا حسن، قصدها يعني يبقى كتفك في كتف اخوك، ايدك في ايده، تبقى سنده وظهره، مش كده يا ريتال؟ لا يا كريمة، قصده عشان هو ده اللي جوه قلبك وقلب بناتك. خلاص خلاص، مش عايز اسمع اي حاجة. لا، لازم أن تسمع، وكمان لازم أن تعرف ان كريمة كل اللي يهمها انها تاخدك انت واخوك تحت باطها. غلطانة جبرية، لان ولادك زي ولادي ويمكن اكتر شوية. عارفة ليه اكتر؟ عشان حسن هيبقى ابو عيال بنتي، ومروان كمان هيبقى ابو عيال بنتي، يعني حتة مني. فهمتي ولا لسه؟ ما عادش وقته الكلام ده. طول بالك يا حسن. حسن طول بالك؟ بنت انتي، قومي من هنا وما تقعديش معانا، بدل ما تجيب طبق العسل ده في وشك. هتقومي تروحي فين؟ وانت كيف تكلميها كده؟ تكلمها زي ما هي عايزه يا حسن. ايه؟ انت عايز تقارن البنت دي اللي كانت بتشتغل عندكم هنا في البيت ببنت عبد الله؟ هنا مفيش اسياد وعبيد. هنا في اصحاب بيت. والكل هنا واحد. خلاص يا حسن، خلاص خلاص، محدش ليه حاجة، والكلام اللي بقوله هو اللي هيتسمع، وكلام أبويا هيكون سيف على رقبينا. اللي عاجبه الكلام أهلا وسهلا، اللي مش عاجبه الباب فوت جمل. ده أنت بتتحدانا. أتحدى مين؟ خلاص كفاية كل ده عشان عايز أحافظ على أموالنا. كل واحد لو خد اي حاجه هيضيعها، وترجعوا تاني وتقولوا يا ريت اللي حصل مكان. كلام ابويا بس هو اللي هيتنفذ، فاهمين؟ خلص الكلام. من النهارده لازم تعرفوا ان مروان هو الكبير، واللي يقوله السيف على رقابيكم كلكم، فاهمين؟ وحاج أنا فين؟ نسيت أخوك يا عمتي؟ خلاص؟ ما عادش في راسك؟ نسيت إنه مدفون من غير ما ناخد عزاه؟ نسيتي بنته وحاجها؟ بتدوري على حجك وحج بناتك مش كده؟ تعالي بس يا ناجي، عايزاكي. تعالي فين؟ البت دي ما تقعدش دقيقة واحدة هنا بعد اللي عملته، اطلعي بره. طب واللي انت عملته؟ واللي ابوك عمله؟ انا مش ناسية وعمري ما هنسى. ناجي